اسكندريه الصغيره في القاهره، بمعنى ان شبرا حي كوزموبوليتاني بيضم اطياف مختلفه من الاجناس والاعراق. حصل فيه تطور سكاني على مدى القرن 19 والعشرين. طبعا الحي زي ما هو قال في البداية قديم، بيرجع لعصور أقدم زي ما ذكر استنادا لشيخ مؤرخ العصور الوسطى تقي الدين المقريزي. النص نفسه في الكتاب مش مطبوع، يعني صورة للنسخة الخطية اللي كتبها أو الشهادة اللي قدمها عصام صفي الدين عن شبرا، واللي رسم فيها بعض مشاهد المكان في زمن تاني انتهى، وقدم محاضرة ثقافية ممتعة عن الإيطاليين في مصر، وكان المدخل ليها هو دليدة بنت شبرا. وإحنا بندردش يومها قال إنه عنده فكرة الكتابة عن تاريخ شبرا، وواضح طبعا الفكرة اتطورت على مدى 7 سنين. انا مش عارف طبعا، اعتقد ان الفكرة عنده من قبل كده كمان، وقدم في الاخر هذا الكتاب طال انتظاره. مبتدأ.com